أيضا للمزيد من المتابعة من موقع الحدث من مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث يعقد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعني في الصورة فيما يخص المعرض والأجنحة التي سيتفقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكل متابعينا في من مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث انطلاق فعاليات معرض والملتقى الصناعة بالتزامن مع مرور 100 عام على اتحاد الصناعات المصرية. انطلقت الفعاليات اليوم بالجلسة الأولى، هذه الجلسة التي شهدت عدد من الكلمات الافتتاحية التي تناولت تاريخ اتحاد الصناعات، وأيضا الحديث حول الصناعة في مصر منذ عقود وتاريخ هذه الصناعة. تلا هذه الكلمات عرض لعدد من الأفلام التسجيلية القصيرة تناولت التحديات التي تقابل الحرف والصناعة في مصر، وأيضا تاريخ الصناعة والحرف وما هو المرجو في المستقبل. ثم تلا هذه العروض التسجيلية افتتاح لأكثر من 60 مشروع ومصنع يعملون ضمن مبادرة ابدأ لتوطين وتعميق الصناعة في مصر. هذه المبادرة انطلق من خلالها الكثير من المشروعات والمصانع التي تم افتتاحها اليوم، ومد الكثير من الخطوط الجديدة حول صناعات جديدة يتم توطينها داخل مصر. أيضا نتحدث بعد هذه العروض وبعد هذه أيضا الافتتاحات، كانت هناك مجموعة من التجارب المصرية حول مشاريع مستقبلية ومصانع مستقبلية تتناول عدد من المصانع والمنتجات وأيضا المصنوعات الجديدة على السوق المصري والتي تعمل الدولة المصرية، وأيضا من خلال هذه الجلسة ومن خلال هذا المعرض على توطينها في مصر وجعل هذه الصناعة مصرية 100%. وبعد أن انتهت هذه التجارب كانت هناك كلمة للسيد الرئيس، ثم الآن يقوم بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والملتقى للصناعة، ومن ثم هذا المعرض الذي يتيح فرصة كبيرة جدا للكثير من المستثمرين لتناول الموضوعات الجديدة، الخامات الجديدة، للتعرف على ما أحدثته الصناعة حول العالم وأيضا التكنولوجيا الصناعية الجديدة لتوطينها في مصر وجعل السوق المصري بمنتجات مصرية 100%، وأيضا كخطوة نحو التصدير في الخطوات المقبلة. وكما يمكن الجميع تحدث من خلال كلمة السيد الرئيس عن ابدأ واستمر، ابدأ وكمل، البداية والانطلاق ثم الاستمرارية أيضا بالنجاح والتصدير إلى الخارج. هذا كل ما أتى في الجلسة الافتتاحية وأيضا التفقد لأجنحة المعرض والملتقى للصناعة. نعم، يعني إذا ما توفرت لديك المعلومة الكاملة، هل سيفتح المعرض للمستثمرين لتفقده أو للمواطن الذي يرغب في الاطلاع وإقامة أو بداية مشروع جديد له؟ من بين المعلومات التي طرحت وأيضا من خلال حديث وكلمة السيد الرئيس خلال هذه الجلسة الأولى، تبين ويمكن الكثير من المستثمرين وأيضا الصناع وأيضا صغار الصناع، ونتحدث أيضا عن المواطنين وغيرهم من يرغب في الاستثمار في الصناعة المصرية، أن هناك حالة كبيرة وواسعة من الاحتضان للجميع، أيضا حالة من توسعة هذه الدائرة، الجميع يعمل. فكرة مبادرة البداية أيضا تتيح الفرصة للجميع سواء تفقد المعرض والملتقى للصناعة أو أيضا البداية بمشروعات جديدة تخدم السوق المصري. من خلال كلمة السيد الرئيس نستطيع أن نستشف ونتحدث ونقول أن الدولة المصرية تفتح كافة أذرعها لجميع المستثمرين، جميع الصناع. الدولة المصرية الآن تحتضن الجميع من أجل بداية جديدة، من أجل أيضا استمرار في النجاح، الاستمرار في الاستثمار أيضا كخطوة ودفع. بالفعل كمان من كلمة السيد الرئيس أنه ربما تدخل الدولة المصرية في هذه المخاطرة وهذه المغامرة وأيضا هذا الدعم الكبير مع جميع المستثمرين والصناع كخطوة لتشجيع الكثير والكثير في دعم الصناعة المصرية في توطين الصناعات الدولية. نعم. داخل مصر والجديد في السوق المصري من منتجات مصرية 100%. نعم، أشكرك جزيل الشكر رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من فعاليات المعرض الأول والملتقى للصناعة المصرية.